النادي الاهلي سيدات فاز على الطيران ب 35-19، نتيجه كبيره. طبعا انتوا عارفين انه فريق اليد سيدات عندنا احلال وتبديل في الفريق، عندنا لاعبات بطله ولاعبات طالعه، فلسه فيه شويه تظبيطات في الفريق. الماتش طبعا خلص 35-19، فرق كبير يعني. الشوط الاول خلص 15-11، يمكن الشوط الثاني يعني ظهر التفوق، كان في صاله الامير عبد الله الفيصل. والماتش اللي جاي عندنا ماتش نادي الزمالك، هيتلعب امتى؟ الثلاث الجاي. ماتش مهم وماتش قوي، كان المفروض يتلعب السبت بس اتاجل طبعا بسبب مباريات قبل نهائي الكاس. احنا الحقيقه زي ما وعدناكم هنكون مع ابطالنا في كل مكان، عملنا تقرير مع الفرقه بعد الفوز على نادي الطيران، نشوف التقرير ده وجه لحضرتك. لو ربنا كرمنا فضلنا على المكسب بتاع الماتشات الجايين دولت، هيبقى في ممكن ماتش فيصل مع الشمس لو فضلت على نفس بالاسلوب بتاعنا ده. طبعا احنا قدامنا هدف اصلا ان شاء الله نكسب بتاعت مباريات ايا كان الدوري اللي مش لينا، وقلنا من اول الموسم او من ساعه ما مسكت يعني دي الماتشات دي، من ساعه ما قالوا موضوع الكورونا اللي هو هنرجع للمباريات تاني، ان ده ناخدها كمان اعداد للموسم الجديد. هو في غيابات، المشكله مش هتلعب معانا يعني، مش هتلعب معايا يعني، في عندي الاصابات معظمها الثلاثه والاربعه. انا عندي اول حاجه عندي ساره حسام، دي عندها كسر في صباع، عندي يارا شحاته برضو عندها عامله عمليه غضروف، عندي ليلى شريف عندها تمزق، وعندي برضو ايه الجون عندها تمزق طبعا. وكمان احنا رجعت لنا كمان السنه دي وان شاء الله الموسم الجديد غدا حسام، جون مهم جدا بيلعب معانا. القانون بتاع الموسم اللي فات هو سامح لي بثلاثه لاعبات من 2000، انا بلعبهم يعني. الاسبوع اللي فات لعب معايا ثلاثه، والاسبوع ده لعب برده معايا ثلاثه. خلي بالي كمان ان الجون الثاني انا بس عندي مواليد 2002، منى سيد دي جون 2002 يعني، لسه في مرحله الشباب، فبستعين بالناشئين وبستعين بالشباب اللي هم معايا. طبعا احنا كل ماتش صراحه يعني ليه تكتيك وليه الشغل يعني لازم يتعمل فيه، ما ينفعش ان احنا نستهتر يعني باي فرقه، كلهم سواء فاضل لنا زمالك او سبورتنج او شمس، الثلاث فرق كبار والثلاث فرق لازم نلعب قدامهم بنفس المستوى يعني، ما ينفعش اقول دي او دي. الماتش كان ماشي كويس، ممكن شويه في الشوط الاول كان ازم معانا، بس بعد كده يعني لعبنا على الغلطات بتاعتنا بين الشوطين وكده والحمد لله يعني. طبعا الرجوع ما كانش سهل بعد احنا مره في حياتنا نقعد الفتره دي يعني في البيت، بس الحمد لله يعني كابتن يحيى قدر يوقفنا على رجلينا في اسرع وقت يعني. طبعا الجون ليه تاثير كبير قوي طبعا، لما الجون يبقى فايق الفرقه بتاخد ثقه اكتر، بنعرف نفرق اكتر، بس طبعا برده مهم ان الدفاع يساعد الجون. طبعا كلهم مؤثرين وكلهم فارقين معانا قوي، بس انا ممكن اقول يارا شحاته يعني بصراحة هي بقى لها سيزون اللي فات كله ما تلعبش، وفعلا وحشتنا في الملعب يعني، هي ما شاء الله لعيبة كويسة ولعيبة يعني أنا بالنسبة لي أحسن وينج ليفت في مصر. ماتش سبورتنج يعني الناس ممكن تتوقع إن احنا نقول ماتش الشمس عشان احنا كان يعني خسرنا منهم كذا مرة، المرة اللي فاتت هم الأعلى في البوينتس كده، بس أنا شايفة إن ماتش سبورتنج أهم بكثير. طبعا المدير الفني كابتن يحيى يوسف تولى المسؤوليه قبل احداث كورونا، وطبعا دخلنا في كورونا ودخل بعد كده في الاعداد بعد عوده النشر. خليني اقول لحضراتكم ان في ناس كتيره فاكره ان دوري كره اليد سيدات خلاص احنا بره، لا احنا مش بره، احنا عندنا ثلاث مباريات، الزمالك، سبورتنج، الشمس. كسبنا الثلاث مباريات هنلعب ماتش فيصل مع نادي الشمس، يعني اذا الموضوع في الملعب والبنات قادرين انهم يعملوا رومونتادا كبيره ويرجعوا تاني يحصلوا على البطوله المفضله اللي احنا محتكرينها بقالنا سنين طويله، يرجعوا لها تاني ان شاء الله. زي ما قلت لكم الفريق في حاله احلال وتبديل، وزي ما انتم شايفين كابتن يحيى بيعد كتير منهم عشان ينضموا للفريق الاول.